بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تحدثنا في الدرس الماضي والذي قبله عن الخصائص التي يتميز بها أسلوب القرآن، فذكرنا ثلاث خصائص. نعم. الخاصة الأولى جريان القرآن على نسق بديع مخالف للمألوف من كلام العرب، نثرهم وشعرهم. والخاصة الثانية جريانه على مستوى رفيع واحد، على الرغم من تنوع الموضوعات والمعاني الذي يتناولها القرآن، شرحنا ذلك. الخاصة الثالثة صلاحية صياغة القرآن لمخاطبة الناس كلهم على اختلاف ثقافاتهم. يعني إذا كان الرجل عربي فقط، الشرط الوحيد أن يكون عربي اللسان والجنان، سواء كان عاميا مثقفا مختصا، يفهم من القرآن القدر الذي يستطيع أن يفهمه حسب مستوى ثقافي، طبعا بدون تعارض بين فهم الأول والثاني والثالث، وشرحنا ذلك وفصلنا القول في هذا. بقيت خاصتان أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نشرحهما أو أن نطيل الشرح فيهما. الخاصة الرابعة ظاهرة التكرار لألفاظ القرآن ولمعاني القرآن أيضا. أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نشرح ذلك، لأننا تحدثنا عن ظاهرة التكرار في القرآن والحكمة من هذه الظاهرة، ونحن نرد على الشبهات المختلقة التي تلتصق بكتاب الله عز وجل. قلنا صحيح في تكرار، لكن التكرار الذي يتميز به القرآن مزية وليس عيبا من العيوب. هنالك تكرار في الألفاظ، الألفاظ الغريبة مثل الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. هنالك تكرار لجمل في سور جعل البيان الإلهي محور هذه السور، هذه الجملة التي تتكرر، فويل يومئذ للمكذبين، فويل ويل يومئذ للمكذبين، أو سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي أيضا قلنا تكرار المعاني، تكرار بعض القصص، وللباري عز وجل في ذلك حكمة، وأي حكمة. وقلنا آنذاك صحيح اسم التكرار موجود، لكنك عندما تقارن قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن ثلاث مرات أو أربع مرات، لن تستطيع أن تجد أي تشابه بين هذه المرات. في الصورة في تكرار، لكن في الواقع ما في تكرار. وأظن أننا ضربنا المثل ببعض القصص، من ذلك قصة سيدنا نوح في سورة هود، وقصة سيدنا نوح في سورة نوح، وقصة سيدنا نوح في سورة القيامة. قرأنا نص القصة، القصة هنا وهنا وهنا، فوجدنا فارق كبير جدا. هذا من مظاهر سمو القرآن، يعني
ما في إنسان يذكر خبرا يعني يستغرق صفحة ثم يحاول أن يعيده بطريقة مختلفة عن المرة الأولى أبدا، إلا إذا بده يكذب، بده يحكي بالمرة الأولى شكل المرة الثانية شكل مشان يكذب، هذا بيصير. نعم، إذن يعني لسنا بحاجة إلى أن نعود فنشرح ما ذكرناه آنذاك. هنالك ذكرنا ظاهرة التكرار للرد على المفتئتين، وهنا ظاهرة التكرار مزيه من المزايا التي يختص بها كتاب الله عز وجل ويتميز عن سائر الكلام العرب. أما الخاصة الخامسة والأخيرة فهي تداخل موضوعاته، هذه أيضا شرحناها، لأنه هؤلاء المفتئتون جعلوا من تداخل موضوعات القرآن عيب، أن القرآن ما مقسم إلى أبواب وفصول مثل كتبنا، باب في القصة، باب في العقيدة، باب في التشريع، ما عمل هيك. لذلك ما دام ما عمل هيك ما مشي على نسقنا اللي بنعرفه، إذن هذا عيب، هكذا قالوا في القرآن. أما هنا فنحن نتحدث عن ظاهرة تداخل مزيه من المزايا التي يسمو بها كتاب الله سبحانه وتعالى. أظن أننا لسنا بحاجة أيضا إلى أن نتحدث مرة أخرى عن يعني الحكمة في تداخل آيات القرآن. وأذكر أننا تساءلنا، قلنا تعالوا نخاطب هؤلاء الذين يعيبون على القرآن هذه الظاهرة. الآن القرآن خلاص ما رح يعني يكون أسلوبه في تداخل. شو المنهج اللي بتقترحوا أنه يكون القرآن عليه؟ راح يقترحوا منهج من المناهج المعتادة التي تعود عليها الناس. والمناهج المعتادة في التأليف طورت واختلفت من وقت ما بدأ التأليف في أواخر الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، اختلف. فاليوم طريقة التأليف مختلفة عن طريقة التأليف قبل 100 سنة، 100 سنة مختلفة عما قبلها، وما قبلها مختلفة عما قبلها. فأنتوا اللي عم تنتقدوا القرآن، يعني شو الطريقة اللي بتقترحوها أنه يمشي عليها القرآن؟ الطريقة الموجودة هلا ولا اللي موجودة قبل 100 سنة ولا اللي قبل ولا قبل؟ شو ما كان جوابهم معنى ذلك أنه بدون القرآن يكون مقلد، مو هيك؟ لازم يكون مقلد. إذا قالوا لا هلا أحسن طريقة، هلا أحسن طريقة، الكتاب يقسم إلى أبواب والأبواب يقسم إلى فصول والفصول تقسم إلى مطالب وشغل مرتبة. نعم، طيب الجيل اللي بده يجي بعد منا بعد 100 سنة أو 200 سنة ما راح يتطور التأليف عندهم؟ راح يلاقوا طريقتهم أفضل من طريقتنا. طيب أي طرق سار عليها القرآن سيأتي من يقول هذه الطريقة قديمة رجعية بعيدة، طريقتنا أحسن. فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل منهج القرآن مختلف عن كل هذه المناهج، لا في فصول ولا في أبواب ولا في مطالب. وكانت الحكمة تقتضي أن تكون أبحاثه متداخلة، بينما يحدثك عن قصة من القصص قصص إذا به يتحدث لك عن صورة من صور يوم القيامة، وبينما هو يحدثك عن أحداث يوم القيامة يحدثك عن صفاته، وأنه نعم غفور رحيم، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. نعم، ذكرنا الحكمة من ذلك، وأظن لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد ذكرناه. وإذا كان يعني مشان الوقت ما بدنا نعيد، إذا كان هنالك بعض الأخوة يعني فاتهم وجودهم في تلك الدروس، يعني ما سمعوا حديثنا عن
الحكمة من تداخل أبحاث القرآن، فليرجعوا إلى الكتاب الذي تتبعت فيه هذه الشبهات التي التقطها هؤلاء المفتئتون الساقطون، نعم، في كتاب الله سبحانه وتعالى، يجد الحكمة من هذا الذي يعتبرونه عيبا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ننتقل الآن إلى البحث الذي يليه، وهو في الواقع لب ما نسميه علوم القرآن وآداب القرآن، وهو إعجاز القرآن. تعريفه نعرفه، ثم نذكر وجوه إعجاز القرآن، دليل الإعجاز في هذه الوجوه، مظاهر الإعجاز التي يمكن أن ننتقل بها من النظر إلى التطبيق. نعم، حديثنا هذا الذي سنتناوله اعتبارا من هذه الأمسية عن إعجاز القرآن من أهم البحوث المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، والمتعلقة بآداب القرآن وعلومه، هو لب علوم القرآن وآدابه، وهو جوهرها وأساسها وعمدتها، نعم. ولذلك سنفيض في هذا الموضوع، ويعني نستعمل النفس الطويل في شرح هذا الموضوع. ومع هذا، فكما قد ذكرت في كتابي روائع القرآن، أنا على يقين أننا على الرغم من ما قد قررناه من الخوض في هذا البحث بتفصيل ودقة ونفس طويل وبيان مبسط، سنجد من يظل يجهل إعجاز القرآن، وسنجد من يظل لا يتذوق إعجاز القرآن، ربما يحفظ ما نقول من كثرة التكرار، لكننا سنجد فينا من يظل محجوبا عن فهم إعجاز القرآن الحقيقي، ومحجوبا عن تذوق هذا الإعجاز. لماذا؟ السبب أن هؤلاء، وأرجو أن يكونوا قلة، يعني عاشوا غرباء عن القرآن أيها الإخوة، لم تتهيأ لهم في الرحلة التربوية التي تلقوها أسباب تلاوته بدقة، لم تتهيأ لهم أسباب تلقيه تلقيا سليما. نعم، هؤلاء الناس مع الأسف لم يسمعوا بالقرآن إلا في أمسيات التعازي، أو في افتتاحات بعض الحفلات، أو من مزياع وهو ذاهب وهو آيب بمناسبة من المناسبات. في مثل هذه المناسبات يطرق القرآن سمعه، أما أن يكون قد اختلط القرآن بلحمه ودمه، وأن يكون القرآن شيئا يعني أصيلا في حياته التربوية، فهنالك كثير ممن حرموا ذلك. طيب، هؤلاء الناس الذين حرموا هذه المعرفة للقرآن، حجبوا عن القرآن، كيف يمكن أن يفهموا أنه معجز؟ ما راح يفهموا إعجازه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالإنسان الذي لم يتصور القرآن بعد تلاوة وتلقيا، أنى له أن يدرك إعجازه؟ الفهم للقرآن أولا، ثم الفهم للإعجاز ثانيا.
هنالك عامل ثاني يساهم في حجب المسلمين اليوم عن إدراك إعجاز القرآن وعن تذوق هذا الإعجاز. هنالك عامل آخر، وهذا العامل الآخر هنالك من يوجده ويقويه ويرسخه ويدافع عنه طبعا بشكل غير مباشر. ما هو هذا العامل؟ هو إضعاف اللغة العربية، العمل بكل الوسائل الممكنة على إضعاف اللغة العربية. هذه ظاهرة أكيد كل المثقفين منكم يعرفونها، تاريخ محاولات كثيرة نعم وجدت وخطط وجدت من أجل يعني إضعاف اللغة العربية في ألسن من يسمون أنفسهم عربا، إما يعني تحت شعار الدعوة إلى تبسيط قواعد اللغة العربية، أو تحت الدعوة إلى تبسيط الكتابة باللغة العربية. يعني لماذا الكتابة الأجنبية نعم عندما يكتبها الإنسان يكتب كلماتها موصولة بعضها ببعض من أول السطر إلى آخره، بينما عندما يريد أن يكتب باللغة العربية يضع القلم ويرفعه ويضعه ويرفعه 10 مرات بينما يكتب السطر الواحد؟ هذا قيل. فدعوا إلى أن يعني نغير طريقة كتابة اللغة العربية ونجعلها تشبه الطريقة اللاتينية. نعم، كذلك هنالك من دعا وألحف في الدعوة إلى أن يعني يعقد صلحا بين اللغة العربية وبين العامية، بين العامية. الآن يوجد ازدواج قالوا في اللغة العربية المعروفة التي نسمعها في التلفاز وفي الإذاعة ونقرأها في الصحف، واللغة العربية العامية التي نعم نتبادلها فيما بيننا في مجالسنا. شو هالازدواج هذه؟ لازم نوحد يا أخي. كيف بدنا نوحد؟ نطعم اللغة العربية باللغة العامية، يعني ننزل باللغة. كل هذه الوسائل موجودة، وإلى الآن هذه الخطط تنتهز الفرص وتلى الفرص من أجل تحقيقها. ما الهدف منها؟ يعني هل يعني العامل هو حقد على اللغة؟ لا، اللغة العربية في ذاتها مثل أي لغة من اللغات، وإنما الهدف من وراء ذلك حجب هذه الأمة عن قرآنها، لأن الجسر الوحيد بين هذه الأمة والقرآن هو اللغة العربية. فبمقدار ما تكون اللغة العربية جزلة قوية نعم حية في ألسن أصحابها، يكون إدراكهم وتذوقهم لهذا القرآن على المستوى ذاته. لكن عندما يهبط مستوى اللغة العربية، عندما نسميهم عربا نعم بالطريقة التي ذكرناها نعم، ينقطع هذا الجسر أو يضعف، تذبل العلاقة بين القرآن وبين هؤلاء الناس. فالمسألة ليست مسألة ذاتية اعتباطية، لا، المسألة عبارة عن خطة لهدف. ولاحظوا أيها الإخوة قيمة اللغة العربية في حياة المثقفين اليوم، وقيمتها في حياة المثقفين قبل 40 سنة أو 50 سنة، تجدون بونا شاسعا. قبل 40 أو 50 سنة طالب الابتدائي لا ينتهي من المرحلة الابتدائية
إلا وقد تذوق اللغة العربية وأخذ يتعشقها بالوسائل التربوية التي تتمثل في كتب القراءة التي درسناها آنذاك وفي غيرها وغيرها. نعم، في حين أن طالب اليوم يتخرج من المرحلة التأسيسية ثم المرحلة التي تليها ويرقى إلى مستوى الدراسة الجامعية وهو يتعثر عندما يحاول أن ينطق باللغة العربية النطق السديد، يتعثر بنطق بكلماتها ويتعثر باللحن، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب وهكذا. نعم، وهو متخرج من الثانوي ربما من القسم الأدبي وأصبح نعم يدرس في المستوى الجامعي. طيب لماذا هذا الفرق؟ سبب هذا الذي قلته لكم خطط نفذت بدون علم منا، رسمت في سواد ليل مظلم ونفذت في الأنفاق دون إدراك منا. نعم، يعني الآن نحن أرجع إلى الكتب القراءة اليوم وإلى مستواها وأتذكر مستوى كتب القراءة في عهدنا، لا أجد شبها إطلاقا بين هذا العهد وذاك بشكل من الأشكال نهائيا. نعم، أبيات كان يلقنها الصغار ويحفظونها خلال أسبوع، نعم تطبع في نفوسهم الذوق العربي العجيب. نعم، أذكر منها أبيات إلى الآن أنا متأثر فيها، وإلى الآن أذكر تأثري وأنا طفل بها. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، عنوان القصيدة أنة طفل ضرير. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها تتحدثون ولا أرى منها الأثر، عكازتي هي ناظري هل في جماد من بصر. يا أم ضميني إليك عسى يزهيلني الطجر. يا أم لا تبكي علي رعاك من خلق البشر. كنا نكلف بحفظ هذه الأبيات الرائعة وفي المساء نقرأها ونحن نطرب لها. روح من الأدب العربي تسكب في نفوسنا. لذلك تنظرون إلى ذلك الجيل الذي نشأته تلك المدارس، تجدون كلهم جيل أدباء أعلام على مستوى عالي من المعرفة والأدب والعلوم. السبب هذا الذي أقوله له. طيب أين هذا المستوى؟ انقضى وولى. طيب هنالك خطط نفذت بليل. نعم، ما الهدف منها؟ الواقع الهدف منها مو أنه يعني نحن ما نفهم اللغة العربية، الهدف منها أن نقطع عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، في ذلك الوقت كان الإنسان أحد هؤلاء الذين ربوا في ظلال هذه التربية المثلى، إذا جلس يقرأ كتاب الله يطرب ولا يكاد يعني يجد دافعا لتركه. وأنا واحد من هؤلاء الناس، كان عمري 13 عاما و14 عاما كنت أطرب أن أقرأ القرآن، في 3 أو 4 أيام أنهي ختم القرآن. لماذا؟ لأنه أصبح روح اللغة العربية والأدب العربي انسكب في كياني فأصبحت أتعشق هذا الكلام. اليوم أين هم الذين يتعشقون القرآن؟ ما في. السبب أنه هذه الصلة مبتت. الصلة ما هي؟ اللغة العربية، ضرورة الاهتمام باللغة العربية.
نعم. طيب، إذن هذا هو السبب في ما أقوله من أننا سنشرح جوانب إعجاز القرآن ونعرف هذا الإعجاز وما إلى ذلك، لكنني أعلم أن في الناس الذين يسمعون هذا الكلام من يحفظون ما أقول ربما من كثرة التكرار، ويحاولون أن يبصموا ما أقول، لكن شيئا مما أقول لا يتكون منه ذوق يسري إلى نفوسهم. أرجو أن يكون هؤلاء قلة. نعم. طيب، هذه مقدمة لا بد منها بين يدي ما سنذكره الآن. أولا، تعريف إعجاز القرآن. ما معنى أن القرآن معجز؟ مما لا شك فيه أيها الإخوة أنه قد أجمع عامة الباحثين من علماء العربية والتشريع والفلسفة والأدب، كل العلوم المختلفة، على أن هذا القرآن معجز، كما يقول أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، يقول مما لا شك أنه أجمع عالم وجاهل ومتنكب عن المحجة ومقتدي وكل الناس على اختلافهم، أجمعوا على أن هذا القرآن معجز. نعم. طيب، فما معنى كونه معجزا؟ لدينا في الجواب عن هذا السؤال جوابين، جواب ذهب إليه الجمهور، جمهور علماء العربية وعلماء التشريع وعلماء الأدب إلى يومنا هذا، وتعريف آخر ذهب إليه بعض المعتزلة وعلى رأسهم النظام. فأما التعريف المعتمد من قبل الجمهور، نعم، فهو أن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتيان بمثله. سمو القرآن إلى شأو بعيد بحيث تعجز الجهود البشرية، جهود البشرية أين كانت، عن السمو إلى مثله، سواء في بلاغته أو في تشريعه أو في غيبياته وعلومه، في كل هذه الجوانب. هذا هو تعريف الإعجاز. وأنتم تذكرون يوم تحدثنا عن أول خاصة من خصائص القرآن، قلنا أول خاصة أنه يجري على نسق بديع، يعني مخترع، لا يشبه أي نوع من أنواع الكلام العربي، لا يشبه النسق بكل أنواعه السجع والمرسل، ولا يشبه الشعر بكل ضروبه أيضا إطلاقا. ذكرنا ذلك، هذا وحده معنى من معاني الإعجاز. يعني ما بتستطيع أنك يعني تحط نسق القرآن ضمن نوع من أنواع الكلام العربي وتعطيه قانونه بحيث أنك تقدر تقلده بقى. هلأ السجع نقدر، نعم، قانون السجع معروف، نعرفه، نمشي على أساسه، نعمل السجع بكلامنا. المرسل كذلك، الرجز من الشعر كذلك، أنواع الشعر الأخرى، البحور الأخرى كذلك. لكن هذا شوف اللي القرآن فيه إيقاع وأنت عم تقرأ، ما هو قانون هذا اللقاء لا تستطيع أن تعلمه. هذا نفسه يبرز معنى من معاني تعريف الإعجاز، سمو القرآن إلى شأو بعيد بحيث لا يتأتى للطاقة البشرية أن ترقى إلى مثله، لا في بلاغته ولا في تشريعه ولا في علومه وغيبياته. في ناس بيقولوا تشريع، وشو في التشريع؟ بس نصل لعنده بنحكي شيء غريب ما يتعلق بإعجاز التشريع.
إعجاز القرآن يعني أن الله عز وجل صرف قدرات البشر عن أن يأتوا بمثله. يعني القرآن بحد ذاته عادي، لكن الله عز وجل ما مكن الناس من أن يجربوا حظهم في أن يأتوا بكلام على مستواه. لما بده يجي الواحد منهم ليقلده بيشعر بالإحجام، بيشعر بالذعر، بيشعر بالهيبة. فهذا الذي صرف الله قدرات الناس عن تقليد القرآن هو حقيقة الإعجاز. هذا كلام النظام. يعني بناء على هذا الذي يقولون، الإعجاز ليس صفة نابعة في القرآن، وإنما هي صفة كامنة في مين؟ في الناس. الناس الذين صرفوا عن أن يؤلفوا كلاما يرقى إلى مستوى القرآن، هذا الصرف هو الإعجاز. لذلك يقولون هذا تعريف الإعجاز بالصرفة، يعني بمعنى أن الناس صرفوا عن تقليد القرآن أو الإتيان بمثله. طبعا إذا أردنا أن نتساءل أي التعريفين هو الصحيح يعني علميا، لا شك أنه التعريف الأول، لأن التعريف الثاني تعريف يعني متهافت جدا جدا جدا. لو كان هذا التعريف صحيح إذن لكان الأمر كما قال كثير من العلماء الذين ردوا عليه مثل ابن قتيبة وغيره. شو قالوا؟ قالوا لكان ما دام هيك، كل ما كان القرآن أخفض في مستوى النطق العربي وأدنى فيما يتعلق ببلاغته، ظاهرة الإعجاز بتتبين أكثر. لأنه لما بيكون القرآن عادي جدا جدا، كلام عادي، وهالناس ممنوعون من أن يأتوا بمثله، إيه أغرب، بصير أغرب. وتم يكون القرآن متصف بالبلاغة والسمو، يعني بصير بقى بضيع الحقيقة، بصير عدم قدرة الناس على تقليده ممكن، لأنه هو بليغ. فإذا كان مصدر الإعجاز صرف الله الناس عن أن يأتوا بمثله، مفروض يكون الكلام القرآن كتير كتير متدني في مستوى البلاغي حتى يظهر يعني العجب العجاب من أن الناس على الرغم أن القرآن كلام عادي جدا جدا ولا يستطيعون أن يأتوا مثله. والله أعجب، وظاهرة الإعجاز في هذه الحالة تكون أبرز. أظن هذا الكلام واضح الذي أقوله. طبعا ما حدا بيقول أنه القرآن كلام عادي جدا جدا جدا، لكن الناس ألجموا عن تقليده. ثم قالوا من قال أن الناس ألجموا؟ ما في أكثر من اللي قلدوا، هي أول مسيلمة الكذاب حاول أن يقلد، ما ألجم. ابن الراوندي واحد منهم، فلان واحد منهم، كثيرون هم الذين ذكر علماء الأدب أنهم جربوا حظهم في أن يقلدوا القرآن، لكن كلهم جهودهم بأت بالخيبة والخذلان. نعم. إذن ليس صحيحا أن الناس صرفوا عن تقليد القرآن، لا، الناس لم يصرفوا عن تقليد القرآن. وليس صحيحا أن إعجاز القرآن ليس كامنا في القرآن، وإنما هو كامن في عجز الناس. هذا هو التعريف. طيب، هل هذا صحيح؟ هل القرآن فعلا يتمتع بهذه الصفة ومن ثم يتمتع بالإعجاز؟ هنا ننتقل من تعريف الإعجاز إلى الحديث عن الدليل على كونه معجزا. لاحظوا المرحلة أو المراحل التي يتتبع القرآن فيها كلام المشركين من العرب. أول ما سمعوا القرآن سؤالوا، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، كلام عادي. عندئذ تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله. واضح كيف؟ نعم.
وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بعدين اتحداهم أكثر شهد، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هون بقى لما القرآن نعم تحداهم ودفعهم قعدوا بقى يحاولوا، لما حاولوا باءوا بالخزلان، رجعوا يقولوا لا 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 تري هذا سحر، نحن ما لنا سحرة، لا كهانة لا تنجيم لا شعر لا مدري إيش. وأخذوا يجتمعون ليتفقوا على رأي في وصف القرآن، فما اجتمعوا على رأي منه إلى أن قال كبيرهم والله ما هو بسحر ولا بكهانة ولا تنجيم، عرفنا أنواع السحر شلون، والله إنه لكلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. نعم، لكن قالت بنو هاشم لنا السقاية، قلنا هي لهم، قالوا لنا رفادة البيت، قلنا هي لهم، ويدعوا أيضا النبوة، لا والله ما بيصير. يعني سبب إنكارهم لإعجاز القرآن ليس كامنا في عدم قناعتهم بأن القرآن معجز، ولكن السبب كامن في عصبيتهم أنهم لا يريدون أن يتظهر النبوة في بيت بني هاشم ويكونون محرومين من ذلك. العصبية دائما هي التي نعم تشقي أصحابها. طيب، الحديث عن تفصيل هذا الدليل والكلام فيه وتتبع القرآن لهؤلاء المشركين سنتناوله إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لك الحمد يا رب أن جمعتنا في هذا المكان لدراسة كتابك يا رب العالمين الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وزده اللهم في هذه الليلة الغراء شرفا يا رب العالمين، وآته المقام المحمود الذي وعدته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألهمنا رشدنا في أمورنا كلها، ألهمنا اللهم رشدنا فيما نقول، وألهمنا اللهم رشدنا فيما نفعل يا ذا الجلال والإكرام. خذ اللهم بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، واصرفنا اللهم عما لا يرضيك. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا
فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. وخفف اللهم عنا وعن عبادك المسلمين جميعا سكرات الموت يا أرحم الراحمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.